لماذا يحصل تصادم دائما بين المواطن المحلي وبين الشركات التي تأتي للتنقيب أو لمعالجة المخلفات؟ وتاريخيا يعني صراحة نحن يعني ضعاف جدا في هذا الأمر، يعني من ناحية تشريعية من ناحية قانونية. أي أن القوانين نفسها فيها ضعف؟ فيها ضعف شديد طبعا، فيها ضعف لأن هي زي ما قلت لك العملية التعدينية سبقت المشرع وسبقت الدولة مراحل طويلة جدا، يمكن انتشرت بسرعة شديدة جدا. لذا هذه الأشكال بتحدث عنها أستاذ رفاعي يمكن هي نتاج لضعف القوانين وضعف التشريعات وخلل في السياسات نفسها. فيها اشكالات كثيره جدا هي اللي خلقت الازمات اللي هي الان احنا بنعيشها الان. زي ما ذكر الدكتور فاينا بدات تبقى نعمه، اصبح نغمه لبعض المجتمعات. يعني في مشكله حي اسمها المايننج كود، اللي هو المايننج كود اللي هو بينظم العمليه التعدينيه من سكراتش من الالف الى الياء. يمكن صدر مايننج كود هو يعتبر يعني مفتاح للعملية التعدينية كلها، بنظيمة تنظيم كامل جدا، حق الدولة وحق المجتمع وحق المعدن وحق الشركات وحق الأجانب كلها هي موجودة في هذه العملية. وأنا أفتكر حقه يعني حقه تسرع في 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 تحديث هذا المايننج كود، وصدر يمكن حتى الآن ما صدر لكن ظهر في بعض في هذه الحبس الجيولوجية موجود. أنا دار أقول إنه في فرق بين السيانيد بين الزئبق وبين سيانيد الصوديوم، فرق كبير جدا. المواطن بيشكو من الـ من 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 مسألة المعالجة المخلفات اللي هي بتجي مرحلة أخيرة. المعدن بيستخلص من بالزئبق بيستخلص اللي هو المعدن التقليدي بيستخلص حوالي 30% 25% من الطحن بتاع الحجر نفسه، طحن الصخور اللي هي نتيجة بتنتج منها الذهب اللي هي بتجي عبر العروق وكده. 70% أو 75% أو 80% ده بيترك الآن، بيترك عبارة عن جبال موجودة كانت قبل ما يتم استخدامها. بيتم استخلاص بشكل إذن خطورة على المواطن المحلي. هي قطعا في خطورة، الخطورة هي الأكبر لما استخدم المعدن التقليدي، هي كانت الخطورة الأكبر. الخطورة الأكبر استخدم المعدن يعني غسل الطحن لحد ما استخلص كلها، هي بعملية يدوية بحتة، يدوية، نعم. يدوية وبالأرجل كذلك، يعني هي عملية واضحة جدا لو شفناها في التقرير بوضوح انه بيتم القص، ودي مسألة فيها مخاطر جمع على الإنسان، فيها مخاطر كبيرة جدا، بدون موانع، بدون أي وسائل بتاعت حماية، بدون أي وسائل بتاع السيفتي، بدون أي وسائل، هو بيستخدمها مباشرة. وفي النهاية زي ما ذكر الأستاذ بأنه هو دائرة الدهب في النهاية. ولكن في النهاية الخطورة هي، وخاصة المسألة دي معروف حتى بعد ذلك بتجي عملية الملغمة وعملية الحريق وعملية الأبخرة اللي هي بيتم الاستنشاق فيها، كل العملية هي فيها مخاطر كبيرة جدا على الجهاز التنفسي، على الجهاز العصبي، على الجهاز الهضمي، فيها بتسبب سرطانات، بتسبب إشكالات كبيرة جدا، بتسبب شلل الرعاش، بتسبب إشكالات كبيرة جدا على البيئة، على الإنسان، على الأجنة في البطون، على البيئة، على المياه الجوفية. فيها إشكالات صراحة، فيها إشكالات كبيرة جدا. لذا جاء الحظر، ويمكن السودان وقع على هذه الاتفاقية 2020 على أن يوقف هذا. مسألة السيانيد الصودي مسألة مختلفة، هي تختلف ما يستخدم المعدن التقليدي وإنها بتستخدم الشركات. نعم. الشركات اللي بتستخدم السيانيد الصودي، والسيانيد الصودي يمكن الخطر بتاعه محدود. يمكن حصل الرياب هي بتستخدمه، ومعروف انه بيتم كيف بيرم رش الطحن وهو موجود، بعد ذلك بيتغطى بمشمعات، ثم بعد ذلك بتنتظر لحد ما يتم الاستخلاص بالطريقه المعروفه. يمكن مجتمع جنوب كردفان كان قريب من الـ من الـ من العمليه، ده السبب هنا. يمكن مساله الرياب كانت بعيده جدا من مجتمع المدينه والقريه، وحتى مساله المواشي والحيوانات. اما هنا المساله كانت قريبه جدا من المواطن، تضرر كثير من المواطنين وكثير من المجتمعات، المناطق دي كلها مناطق هي المناجم فيها قريبه من الانسان وقريبه من المواطن، معروف هناك التداخل الانسان والمواطن، خاصه المنطقه الزراعيه وفيها حراك شديد جدا. ده الاثر وخلى المواطن في المنطقه والمجتمع يعني ينفعل مع هذا الامر. انفعال كان كبير جدا صراحه، لانه اثر المساله اثرت مباشره، خاصه انه يعني المياه هناك منطقه مطريه، يعني المياه بتجري في هذه الجزء من الـ من الـ من المخلفات دي، وممكن تعبر على الانسان، وممكن تحصل فيها اشكالات كثيره جدا حتى على الحيوان وحتى على البيئه نفسها. صراحه وجود الدوله فيها ضعيف جدا، يعني على مدى الفترات الطويله بالرغم من كل طيبه لحياه طيبه.